زي ما انتم عارفين انه حتى الفنانين بيبقوا صحيح ان هو بيبقى بيحضر اغنيه وموجود، بس الحدث نفسه قد ايه بيبقى مؤثر. الفنان ايضا وائل الفشني، واحنا عارفين ان وائل الفشني دايما بيبقى حريص ان هو يبقى موجود في اي حاجه بتهم الوطن. يعني فنان وائل الفشني، مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله بالف خير. كلمني عن مشاركتك النهارده وبطل الحكايه. والله ده شرف كبير جدا. انا كان بقالي فتره طويله جدا كان نفسي اشارك في يوم الشهيد، يعني من زمان، يعني من يمكن تمام. من 2017 يعني، والحمد لله يعني ربنا برضه ربنا بيكرمني دايما بيحقق لي كل امنياتي يعني. وشاركت النهارده طبعا، كان يوم مؤثر جدا جدا، اسر الشهداء والكلام اللي اتقال وكانت حاجه كانت مخلينا طالعين على المسرح. يعني انا شخصيا واحد من الناس كنت برتعش، طبعا مش من الخوف لانه قد الحاضرين اساسا كلهم يعني هم اسر الشهداء، فانت مش بالظبط طالع قدام جمهور عادي، انت مش طالع طالع قدام قدام اهلنا وناسنا وجمهور حقيقي، جمهور حقيقي، طبعا وطالعين طبعا نتكلم في حاجه حقيقيه طبعا والحاله كلها على بعضها حقيقيه يعني. طبعا. طب هستأذنك نسمع حاجه ونرجع نكمل كلامنا، ايه رأيك؟ مني انا؟ لا، هنسمع حاجه من بطل الحكايه ونرجع نكمل كلامنا معاك. اتفضل يا فندم. مصر العظيمة اللي التاريخ لو يحكي عنها صعب انه يوصف قد ايه في الكون مكانها. شالت كتير واتحملت، حاربت ووقفت كملت، شعب اتخلق عنده الشجاعة يموت عشانها. مصر امان، معركة لنا في كل مكان، حبيب بيوتنا وروحنا كمان، في بحره دايما مش خايف. حلوة الكلمات يا وائل، شعب اتخلق يموت عشانها. طبعا 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 اشكر طبعا الشاعر الجميل اللي اتشرف ان انا اغني كلماته، يعني الاستاذ محمد عاطف، والحان طبعا الاستاذ المحترم اللي انا بحبه مديان طبعا، كان لي الشرف بتعامل معهم السنه دي يعني، وطبعا في الاوبريت مع محمد بوغا الاستاذ الكبير برضو ومصطفى، وكان كل الناس السنه دي كانوا شغالين من قلبهم يعني. انا أيوة. كنت حاسس ان احنا في ورشه عمل كانت حقيقيه جدا يعني، كنا بنروح كتير ورايحين جايين يعني، كنا تعبانين يعني، تعبنا. كنت حاسس ان انت في واجب وطني، انت بتبعت للشهيد رسالة، رسالة شكر وعرفان يعني. يمكن هو ده اللي خلاني، يمكن الموقف كان مهيب بالنسبه لي. وطبعا اكيد يعني اي حد يمكن مكاني في الوضع ده كان هيبقى عنده نفس الحاله يعني، لكن احمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني برضه جعل لي نصيب وسبب او نصيب ان انا اغني النهارده 20 23 في يوم الشهيد يعني. قعدت أكيد اطلب من ربنا كتير فهي جات لي بقى في 20 23، فكنت الحمد لله السنه دي يعني من فضل الله سبحانه وتعالى غنيت للصعيد والبلدي والاهلي، دي كانت امنيه عندي جدا جدا، وفي نفس الوقت عملت ده للشهيد وبرده كانت امنيه عندي جدا، وعارف اساميهم كلهم يعني، عارف اساميهم كلهم أكيد وعلى طول ما بنساهمش وبترحم عليهم، لاني دول اخواتنا يعني والله العظيم ثلاثه بتكلم بجد يعني، أهلنا واحد أهلنا اهلنا واخواتنا، وبقيت امشي كتير لاني هقعد انهار من يعني هعيط يعني، ما طبعا، لانه انت واقف على مسرح كله قصص حقيقيه، قصص لناس من اهلنا. فين اسره مصريه ما عندهاش شهيد يعني، او قدمت ابنها علشان يكون فدا للوطن ده؟ فطبيعي جدا انت كفنان كمان بتبقى واقف وعارف ان اللي بيسمعك ده موجوع يعني. مظبوط مظبوط، هو ده اللي بيوجعني.
علشان خاطر كده كنت بحاول اهرب، يعني اجي بلاقي نفسي انهار يعني مش قادر، لان حكايات كلها حقيقيه وحصلت، وحصلت اكتر كمان من كده يمكن، يعني احنا ما شفناش، يعني ده اللي اتحكى، اللي ما اتحكاش بقى يعني حاجات حقيقي، قصص ما دخلها ما كلها دخلهاش، كلها قصص كلها عظيمة يعني. بطولات وكلها قصص عظيمه، وكلها بتقول يعني احنا كبار جدا جدا برجالتنا وجيشنا، وربنا يا رب يدومها نعمة علينا ان شاء الله. أكيد الفنان وائل الفاشني دايما بنحب نسمع صوتك ونشوف مشاركاتك، ودايما بتقدم كل حاجة جميلة وبمنتهى الصدق. أنا بشكرك جدا الفنان وائل الفاشني.